تحت شعار أنا من أجل وطني، وتزامنا مع مرور عامين للصمود الأسطوري لشعبنا أمام العدوان الغاشم، افتتح في الحديدة المعرض الفني المتحرك للمجسمات بشأن جرائم العدوان. جرائم العدوان السعودي بمختلف أنواعها اجتمعت هنا في المعرض الفني المتحرك لمجسمات جرائم العدوان، والذي يقيمه مكتب الثقافة بمحافظة عمران بالتنسيق مع مكتب الثقافة بمحافظة الحديدة. الأطفال والنساء والمدارس والمنازل والطرق والجسور جميعها تعرضت لصواريخ الحقد والكراهية، فقتلت ودمرت وشردت. وها هي المجسمات والصور تترجم الصورة الحقيقية لبشاعة وإجرام العدوان. طبعا المعرض تجسيد حي لكل وقائع العدوان على اليمن، بما في ذلك منازل، مدارس، جسور، مزارع، كل مكونات العمل السياسي والإداري والتاريخي في اليمن تعرض لعدوان همجي، والشاهد هو تراه أمامكم. فيجب علينا جميعا أن ندرك بأن العدوان لن يستثني أحد أبدا، ويستهدف كل أبناء الوطن. يجب أن نكون قوة واحدة وصمود واحد وكل العدوان. يحتوي المعرض على المجسمات والصور واللوحة المعبرة، مجسمات فيها دمار العدوان والتحالف على شعب اليمن وعلى مدخراته ومكتسباته. المعرض الفني والذي سيستمر من الأحد حتى الجمعة اشتمل على العديد من اللوحات والمجسمات والصور للعديد من الأهداف المدنية التي تعرضت للقصف ونتج عنها قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. وحقيقة الأمر وجدنا عبارة عن لوحة تجسد كل آلامنا وكل مآسينا من خلال قصف الأطفال وهدم البيوت والمصانع. ونشكر مرة أخرى القائمين على هذا المعرض، وإن شاء الله بالتوفيق لهم والنجاح. تحلق محافظ المحافظة المعرض الذي يحكي ما حدث في اليمن من عدوان خلال عامين. هذا العدوان الذي دمر كل المنشآت الحيوية بحجة إعادة الشرعية الوهمية، نقول لهم أن صمود الشعب اليمني مستمر إلى قيام الساعة. هناك لوحة تحكي صورة الحمامة، حمامة السلام، والتماسيح التي تريد أن تنقض على هذه الحمامة، وهذا صورة حقيقية لما يقوم به العدوان على رأس مملكة الشر السعودية، على بطغيانها وكبريائها وجبروتها من تكبر على هذا الشعب. إقامة مثل هذه المعارض تشكل أهمية كبيرة في فضح جرائم العدوان التي يرتكبها بشكل شبه يومي ويتجاهلها المجتمع الدولي الذي أعمت أعينه الأموال السعودية وأصمت آذانه. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة. نظمت مؤسسة إيمي فاشن